ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من أيام العشران، ما تجد فرصة تحسن الجمعية على الله بطاعته من مثل تلك الأيام. الله يغنمنا إياه، يبارك لنا ولكم وللأمة فيها. يا رب هذه القلوب بيدك، أسألك أن تكرمها بالحضور معك. طالما مر عليها الساعات والليالي والأيام هي حاضرة مع شهواتها، وحاضرة مع هواها، وحاضرة مع المتاع الفاني، وحاضرة مع منشورات الفضوليين والفجار والفساد، فأكرمها بالحضور معك، أكرمها بالحضور معك. يا مقلب القلوب الأبصار، ثبت قلوبنا على دينك، أكرمنا والحاضرين والسامعين بنصيب من الحضور معك، حتى تطيب لنا الحياة وتصفو لنا منك شريف المصافاة، فنسعد بأعلى السعادة عند الوفاة ونلقاك وأنت راض عنا. يا ربنا أكرمنا بذلك، واسلك بنا في أشرف المسالك، وزدنا من فضلك ما أنت أهله ظاهرا وباطنا، بخير ولطف وعافية.